الهوى ليلى إلا إذا غنى الهوى ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. وطيب الشوق يأخذني إلى عينيك يا ليلى. دروب الحي مش الحي حي أستاذ حبيب. إيه نسوين يعني أنا حسب رأيي إنه في يعني ممكن بديش أحكي عن زلخامي منيح ولا لا، بس أنت عم بتغني بطريقة مسكرة، يعني مش يعني صوتك مش عم بينطلق مش عم بينفتح، عشان هيك بقول لك ضعيف أو مش منافس أو إيش من هالنوع. يعني دروب الحي تسألني لازم أسمعها بانطلاقة أقوى من هيك. قرار عندك. تعال نشوفك المرة الجاية بركي تدربتي أكثر. يسلم. وساعتها بالفعل يكون صوت منافس، ليش لا؟ هاتي يلا نعطيك فرصة. نسرين أعطوها فرصة تكمل معنا بالبرنامج. مكملين مع فقرتكم.